مرحبا بكم في هذه الإطلالة. هذه الإطلالة هي الإطلالة الأولى لمشروع استوديو ميديكير، وهو استوديو تفاعلي، وهو الخدمة الرقمية الطبية من مختبرات ميديكير للجمهور وللمواطنين وللناس، تحديدا في هذا الزمن الذي باتت فيه الأمور تتغير، وشكل العالم وأدواته أيضا باتت في تغيير مستمر. وبالتالي نؤمن هنا من مختبرات ميديكير بأن هذا التغيير يلزمه أيضا خدمة جديدة للناس، هي خدمة استوديو ميديكير التفاعلي الذي سيبث الكثير من المعلومات وكذلك الخدمات التي تتعلق بالتوعية الطبية في المجال الصحي وغيره، أيضا من الأشياء التي سنتعرف على تفاصيلها مع الدكتور بشار الكرمي المدير التنفيذي لشركة مختبرات ميديكير. مرحبا دكتور، أهلا بكم. يعني بداية خلينا نتحدث عن إيمانكم بهذه الفكرة وأيضا السعي الدائم لتطوير شكل وأنواع الخدمات المقدمة للجمهور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن مختبراتنا بتحاول تواكب مثل ما تفضلت يعني التطورات اللي بتجري في العالم. لم يعد مقبولا للمواطن فقط أن يحضر على المختبر، نأخذ من عينة الدم نعطي نتيجة. أعتقد أنه العلاقة ما بين المقدم الخدمة الصحية والمواطن يجب أن تكون أعمق، لأنه هذا اللي بيعزز صحة المواطن، بمعنى يمكننا من اكتشاف حالات مرضية في وقت مبكر جدا من حدوثها، يمكننا من توجيه النصيحة للمواطن. في اعتقادنا أن هناك حاجة لأدوات مختلفة من مجرد إعطاء النتيجة الرقمية أو الورقية للمريض، طبعا بالتعاون مع باقي الجسم الصحي، بمعنى أنه المختبر لوحده لن يقوم بالتشخيص، فليس هذه مهمة المختبر لوحده، لكن هي مهمة تكاملية ما بين المواطن، ما بين المختبر، ما بين الطبيب، قسم الأشعة. كلنا نسعى من أجل أن المواطن يحصل على أفضل خدمة صحية ممكنة ويتمتع بأفضل صحة ممكنة. نعم. طيب لو تحدثنا عن يعني البرامج اللي ممكن تكون هي محتوى لاستوديو ميديكير أو للخدمة الإعلامية الرقمية من ميديكير، ما هي الأشياء اللي حابين تركزوا عليها؟ يعني ربما في البداية بهمنا جدا يعرف المواطن إيش احنا بنقدم. بنتفاجأ أحيانا أنه على الرغم من مرور ربع قرن من بداية مشروعنا، أنه المواطن أحيانا ما بيتأكد أو ما بيكون عارف بالضبط شو احنا ممكن نساعده، وين المفاصل ممكن نساعده فيها. غير أنه خدمتنا أصلا تقدم تتطور، يعني أذكر عندما بدأنا في أول مشوارنا أعتقد كان عدد الفحوصات المقدمة للمواطن 300-350 فحص، الآن نتكلم عن 1400 فحص. بالتالي أصبح هنالك تطوير أو هنالك تطوير مستمر للخدمات التي توفرها للمواطن. فبهمنا أن نوصل فكرتنا للمواطن وللطبيب طبيعي، بهمنا أنه نجاوب على أسئلته، يعني بيكون عنده استفسارات كثيرة بخصوص وضعه الصحي، إمتى أعمل الفحص الفلاني، إيش معنى تفسير الفحص الكذا. وهذه العلاقة ليست فقط مع المريض وإنما والمواطن، وإنما أيضا مع الطبيب. لأي درجة برأيك هذا مهم، توعية الناس في كل هذه المجالات؟ الوعي ركن أساسي في العمل الصحي، يعني إحنا الآن في خضم هذا الأمر تحديدا، حتى يعني بنتكلم في جائحة الكورونا، ما في بديل عن وعي المواطن، ما في بديل عن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الصحية. هي ليست عملية المواطن فيها فقط متلقي، نعم، وإنما عملية تبادلية ما بين المواطن، ما بين مقدم الخدمة الصحية، من أجل ما هو أحسن للمواطن. ليس بالضرورة أنا ما ينفع فلان بالضرورة ينفع شقيقه أو شخص مشابه له، كل إنسان عنده خصيته. وبالتالي بنتأمل بالفعل أنه إحنا ننشئ علاقة مع المواطن تصب في مصلحته. نعم، وأنا لما نتحدث عن المصلحة دكتور، نتحدث كمان عن جزء من المسؤولية المجتمعية اللي أنتم بتآمنوا فيها، لذلك يعني كمان التوعية في إطار الإعلام والفيديوهات، وكمان أيضا المعلومات اللي بتصدر من خلال أدوات مختلفة أو خلال الوسائط الإعلامية المختلفة، هو جزء من مسؤولية مجتمعية بتآمنوا فيها في مختبرات ميديكير. بعتقد أنه كمان هذا ممكن يلعب دور خاصة في ظل جائحة كوفيد-19. مرة ثانية، يعني النتيجة المخبرية هي رقم أو موجب أو سالب، أو يعني هي ليست بحد ذاتها هي المهم، المهم كيف نتعامل معها، كيف يمكن أن أستفيد أنه حتى لو كانت نسبة لنفرض مستوى السكر في الدم عندي نوعا ما بالحدود الطبيعية، لكن كيف ممكن أستفيد منها، كيف أتمتع أنا بوضع صحي أفضل لأطول فترة ممكنة.
إذا تعرضت لوضع صحي كيف إنه أقدر أتعايش معه بأقل ضرر ممكن، كيف أتجنب المضاعفات اللي ممكن ترافق أي حالة صحية ممكن تنشأ عند الإنسان. هذا هو محور الطب، محور الطب هو منع المرض، التخفيف من الألم والضرر اللي ممكن يحدث، والتعايش معه بأفضل وضع ممكن. أحيانا لا نستطيع، المرض هو جزء من حياتنا، لا نستطيع أن نوقف، ولكن على الأقل نحسن من جودة الحياة اللي بتعامل فيها بيعيشها الإنسان، نخفف من الأضرار الجانبية اللي بترافق المرض. هذه كلها هي محور العمل الصحي. نعم، لو ممكن سألتك سؤال، يعني هو له علاقة في عملكم وكذلك من الجانب الشخصي، قديش هو محور اهتمامك بالإعلام كأداة لخدمة الناس؟ خلينا نحكي، قديش بتشوف إنه مهم؟ لا شك أن الإعلام يعني بيلعب دور كبير، يعني هو اللي بيصير حاليا توجهات المواطنين، هو اللي بيصير تطلعاتهم أو بيحاول يقولبها بشكل أو بآخر. بنتمنى من الإعلام أنه يعتمد الموضوعية والأمانة العلمية، يعني لا نريد أن نهيج الناس من خوف مش موجود، لكن نريد أن نبصرهم بأخطار فعلا حقيقية موجودة. اللي بهمنا أنه يتم التعامل مع الموضوع ليس من منظور اللي بنسميه البهرجي أو الفنعة والتهويل، وإنما بالفعل أنا ببحث عن ما يهم المواطن، وطبيعي بالتأكيد ليس الهدف هو كسب مالي. نعم، يعني أيضا مهم جدا أن ما نسوقش المواطن فقط فيما يصب في مصلحة مالية لمقدم الخدمة، اللي بهمنا صحته. يعني لما نتكلم عن متوسط عمر الإنسان في الدول المتقدمة أصبح يقارب 80 عام، بإمكان الإنسان يتمتع بصحة جيدة حتى لو تقدم فيه العمر، بإمكانه يعيش حياته بشكل طبيعي أو شبه طبيعي مهما كانت الظروف الصحية. هذا اللي بهمنا، بهمنا أنك تتمتع بأطول فترة ممكنة بأفضل صحة ربنا أعطاك إياها، وهذا أماني، نعم يعني صحتنا أماني بين إيدينا هذا، ومفروض نهتم فيها. نعم هذا بنعتبره كمان نصيحة في هاي الإطلالة عبر استوديو ميديكير، وفي هذا الفيديو الذي هو بمثابة إعلان عن مشروع استوديو ميديكير، مرة أخرى نذكر بأنها خدمة طبية رقمية تركز على الجانب الإعلامي الذي يخدم المواطن بالدرجة الأساسية، تصب هذه الجهود في صالح توعية المواطن وتقديم المعلومة والمعرفة للمواطن في سبيل أو نحو الوصول إلى سبيل واقع صحي أفضل، وكذلك الحفاظ على صحة الناس ومن منطلق المسؤولية المجتمعية. انتظرونا قريبا في العديد من المواد الإعلامية وكذلك الفيديوهات التي تصدر بالشكل الرقمي الجديد الذي يراعي التطور الحاصل كذلك في المجال الإعلامي ليس فقط في المجال الطبي. شكرا دكتور شكرا على لك. هذا الحوار اللطيف في هذه الإطلالة الأولى، ودائما نلتقي بكم على خير.